فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: فإن الجاهلية وإن كانت في الأصل صفة، لكن غلب عليه الاستعمال حتى صار اسما، ومعناه قريب من المصدر. نعم. وأما الثاني إرادة ذي الحال فتقول: طائفة جاهلية وشاعر جاهلي، وذلك نسبة إلى الجهل الذي هو عدم العلم. نعم، الشاعر الجاهلي هو ما كان قبل الإسلام كامرئ القيس والنابغة الذبياني والأعشى ميمون بن قيس وغيرهم من شعراء الجاهلية. يقال شاعر جاهلي أي أنه عاش في الجاهلية ولم يدرك الإسلام، أو أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم كالأعشى، فإنه عاش وأدرك الإسلام وأراد أن يسلم لكن صده المشركون ومات على الجاهلية والعياذ بالله. الحاصل أن الجاهلية تطلق على الحال، فالحال الذي عاش فيها هؤلاء جاهلية، فلهذا يسمون بالجاهليين، شاعر جاهلي.